اتيكيت مع نادين ظاهر. اليوم نحكي عن المواطنة الرقمية. بونجور. صباح الخير. صباح النور. طبعا كل شيء رقمي حتى المواطن. صحيح. هلا لانه تعرفي صار في مثلنا نحن قلنا دائما انه الاتيكيت هو علم متطور يعني يتاقلم وبيواكب كل الجديد يلي المفروض يتبع سلوك الانسان. فاليوم عندنا يعني 4 مليار شخص موجودين على هذه الشبكه، يعني يلي هي صار وطن، لانه هيدا كمان على الانترنت انت صرتي موجوده عليه، عندك بصمه، عندك حضور، عندك اسم، يعني كيف ما برمتي انت موجوده، اي كلمه بتقوليها على هذه الشبكات انت اليوم بتقدري تنطالي، بتقدري تتحاسبي. طبعا القوانين عم بتصير اسرع وعم بتصير متطوره اكثر لتواكب كمان المشاكل يلي طلعت. يعني يمكن من 15 سنه ما كنا بنسمع على سايبر بولينج او يعني كيف الحمايه بهيدا الاطار، ليه؟ لانه كانت العالم بعدها مبسوطه كثير فيها، خصوصا بمواقع التواصل الاجتماعي، يعني اول ما طلع الفيسبوك انه يي عم نلاقي اصحابنا القدما مش اكثر، هلا لا، هلا صار في كمان تجاره على الانترنت، صار في تعليم على الانترنت، فاذا هيدي صارت اليوم اذا بدك صار يعني مواقع لازم نشوف شو الاشياء اللي التوصيات اللي طلعت عنا لحتى نكون نحن كمان مواطنين رقميين جيدين وصالحين. شو يعني المواطنة الرقمية؟ الرقمية صراحة هي أول شيء بلشت بال 1990، يعني صار في نوع من إنه طيب ما هدول كل الأشخاص اللي موجودين على هيدا الإنترنت في شيء لازم يطلع عنه توصيات. بترتكز الموهية هي سلوك وقواعد الأشخاص اللي بيستعملوا هذه الإنترنت. وهون شفنا في مبدأين أساسيين، أول مبدأ هو التوجيه وتاني مبدأ هي الحماية. التوجيه والحماية ليش عم نحكي عنه؟ التوجيه هو شو كيف بنستعمل، كيف بنستعمل هالإنترنت، شو الأسس اللي بنستعملها عليها، نوجه الأشخاص كيف تستعمليها بشكل صحيح، ومن ثم الحماية، حماية الأشخاص اللي عم يستعملوا هذه يعني كيف بدي اسميها، هيدا النت، هيدا الإنترنت، هيدا الوسيلة. تاني شغلة في عنا 9 معايير، وهون رحتينا نشوف كيف الاتيكيت هون بيدخل بهذا الإطار. 9 معايير يلي نحن ترتكز عليها. أولا في عندك الاحترام يلي هو السلوك الرقمي، القوانين الرقمية، والوصول الرقمي. السلوك الرقمي هو كيف أنت عم تتصرفي على هذه الوسيلة. القوانين اللي بترعى وبتحمي وبتطلع عن الاشياء اللي انت فيك تعمليها مثل القوانين العاديه للمواطنه، والوصول الرقمي هو انك انت كل شخص بحق له يوصل لهذه التقنيه. ثاني شغله الحمايه هو الامن الرقمي، انت لازم تكوني ك يعني شخص عم بيستعمل هذه التقنية أن يكون عندك أمن. الصحة والسلامة الرقمية كمان فيما يختص التنمر هون كتير مهم، والحقوق والمسؤوليات الرقمية مثلك مثل أي مواطن موجود بوطن معين إنما على هذه التقنية. الثالث إذا بدك مبدأ يلي هو التعليم، يلي هو التجارة الرقمية، يصير كل العالم تعرف تستعمل هذه الوسيلة ونعلمها كيف تستعملها. الثقافة الرقمية يلي هي موجودة كمان كتير مهمة بشكل نحن نخلق هذه الثقافة، والاتصال أو الوصول الرقمي يلي هي من خلال التعلم كل الأشخاص بحق لهم أنه يستعملوا هذه التقنية ليتعلموا أكثر، ليصير عندهم معلومات أكثر، ليصير عندهم ثقافة أكثر، ليصير عندهم إذا بدك وعي أكبر. فإذا نحن إذا بنشوف هيدول 9 معايير، طبعا بنشوف أنه أول 3 هي خاصة بالاحترام، ومن هون نحن حكينا كثير على يعني وقت بنحكي على اتيكيت استعمال الهاتف، هيدا كمان الواتساب، الوسائل التواصل الاجتماعي، كل شيء خصو بهذه التقنيه. هون كنا عم نحكي اذا بدي كيف تكون في مواطن رقمي صالح. ثاني شغله اليوم صار في عنا مجال انه نحن نشتغل
على هذه الوسيلة، هذه التقنية، عم بيشتغلوا العالم، عم بيصير في إنتاج، عم بيصير في مادة، مصاري، إن كان من خلال إقامة فيديوهات على اليوتيوب بيندفع، على التيك توك بيندفع، على الإنستغرام عم بيصير في تبادل، لا يعني بتبيعي بتشتري بتعطي أي إذا بدك سيرفيس أي خدمة، هيدي كمان صار في إلى قواعد معينة. يعني اليوم أكثر شيء بيصير إنه نحن اثنين أنا وياك أصحاب، شو عملنا؟ عملنا صفحة وهيدي الصفحة صار في عندها فولورز كتير كتير كتار، وفجأة يعني صارت في متابعين كتير يعني بشكل خيالي، صارت هيدي البلاتفورم عم تدفع لك مصاري. بقوم واحد فينا بيقرر إنه يغير الكلمة السر ويقول يقول للشخص الثاني انت ما لك شيء بهذه الصفحه. فهون شو بيصير هون يلي هو يعني صار في احتيال، صار في نصب، صار في شيء قانوني. يعني بالعاده لازم يكون في قوانين بترعى، قوانين بترعى. فلهالسبب نحن هلا هون بنقول انه لا، قبل ما يصير في اذا بدكم تعملوا صفحه لاكثر من شخص يكون هيدا الشيء مرعي من قبل يعني قوانين معينه، من قبل اتفاق معين، كونترا معين، لانه ما بتعرفي ايمتى ممكن هذه الصفحه تتحول لمردود، لمصدر مادي. وقت اللي بيصير في مادي طبعا كل العالم يمكن في اشخاص بتغريها الماده، بيصير في طمع، بيصير في انه انا اللي عم بشتغل عليها انت ما خصك فيها. بتعرفي بالزمانات كانت كلمه الشرف، كانت المصافحه هي كافيه لاقامه اي اتفاق. بعدين صاروا يقولوا لا هيدا غير كافي وتأوننت الامور، وهلا بيقولوا انه القانون لا يحمي المغفلين. يعني اذا كان اشخاص عملوا هذا الاتفاق بدون ما يحموا حالهم قانونا ما حدا بيقدر يحميهم. فلهالسبب هذه المواطنه الرقميه عم بتساعد، او مفهوم المواطنه الرقميه عم بيساعد لحتى نتعلم الاشخاص كيف انت بتقدر تحمي حقوقك وتحمي يكون مسؤول، عندك مسؤوليات وعندك واجبات، تحمي حقوقك وتحمي حقوق الاخرين. اذا صار في تنمر كيف نتعاطى مع هذا الموضوع؟ شو الحقوق اللي عنا إياها؟ مش معقولة نحن نكون معرضين مشرعين لأشخاص يمكن يتنمروا علينا. بيصير في إذا بدك اغتيال سمعة مثلا، في اشخاص بيتعرضوا لاغتيال سمعه على هذه المواقع التواصل الاجتماعي. طب نحن كيف فينا نحمي حالنا من خلال خلق مفهوم جديد لهذه المواطنه الرقميه، خصوصا انه بهيدي الفتره يلي بعد ما تأوننت كل الامور هي اخطر فتره، يعني اخطر فتره وقت اللي بتصير هذه الوسيله مشرعه للجميع وبدون قوانين. فنحن من 2015 صار في اصدار، وطبعا حتى في بلدان كثير عم بتعلم هذه المواطنة الرقمية من يعني من صغار السن، لأنه بتعرفي إن صغار السن اللي حيصيروا مواطنين رقميين بالمستقبل. فمن خلال إرساء وإعطاء مفاهيم جديدة لكيف نستعمل هذه التقنية وهذه الوسيلة، هون نحن بنقول إنه لو سمحتوا، لو سمحتوا لازم يعني كتير كررت، كتير كتير كررت، ولكن هلأ عم بتشوفوا إنه حتى اللي كررناه بشكل اتيكيت صار مقونا. يعني هي الاخلاقيات بتوصل للقانون ولا، فنحن بالاساس وقت اللي انت بتتعلم التربيه المدنيه يلي هي ارساء القواعد المدنيه وكيف تكون مواطن صالح. انا طبعا نحن حكينا فرق بين المواطنه والاتيكيت. المواطنه فيها قوانين بترعى وفيها اذا بدك يعني في عقاب في حال انت تخطيتي هذه الامور. بالاتيكيت هي اخلاقياتك انت، ولكن هذه الاخلاقيات اللي انت عم تحمليها، عم تحمليها من عائلتك، من بيتك، من تربيتك، من وطنك، من اسمك، من شركتك، من كل هذه الامور يلي انا بحاجه اني اتركها بشكل صحيح. فلهالسبب نحن بنقول اذا انت مفكر حالك لحالك مش صحيح، انت سفير بلدك، انت سفير عائلتك، انت سفير اسمك، سفير شركتك. فوقت اللي بيصدر عندك اي شيء منه صحيح ومنه جيد، ما تفكر انك انت وحدك قاعد ورا هذه الشاشه ما حدا انطال. في كثير اليوم ناس بتقول اللبنانيه، السعوديه، الاماراتيه هيك قالوا، عمانيه، يعني صرنا بكون هو شخص، بكون هو شخص صحيح ولكن اساء
او عمل شيء منيح، فنحن تمام دائما نكون مسيئين. اذا الاحترام تبع يلي هي من المعايير الاساسيه تبع المواطنه الرقميه، لانه البقايا هي بتدخل بتقنيات. اذا ما فينا نحكي شو بيطلع براسنا، بدنا نفكر شوي قبل. تذكري هذيك المره عملنا حلقه انا وياكي نقول المبادئ، بالاحرى الـ 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 الكلمه يلي هي ثينك، يلي هي مكونه من خمس اشياء. هل هالشيء اللي انا عم بنشره ترو؟ هل هالشيء حقيقي صحيح؟ هل هالشيء هيلبفل مساعد للاشخاص اللي عم بيقروني؟ هل هالشيء انترستينج؟ هل له افاده؟ والثلاث معايير بده يكونوا يعني موجودين، صحيح، مش وحده منهم. مزبوط، خاصه لما بكون بموقع مسؤوليه. صحيح صحيح. فاذا هل هالشيء نيسيسري؟ هل هالشيء ضروري؟ واخر شيء هل هالشيء لايق؟ هل هالشيء كايند؟ فيه لياقه، فيه عطف، فيه شعور بالاخر. قبل ما وهل ما بيأذي مجانا كمان. بالضبط، قبل ما اكبس على سند او بوست او شير، بليز انتبهوا، ما في شيء على الانترنت رح يروح، انتم بتروحوا يعني بعد فتره كثير 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 طويله بضل موجود. كل شيء بيدخل على الشبكه ما بيقدر يطلع منها، وممكن يلحقكم بعدين بمراحل متقدمه بحياتكم. ثانك يو نادين. شكرا لك. وقفه هلا وبنرجع بنتابع لايف اكيد بانتظار نادين ظاهر بحلقات جديده ومواضيع جديده. بعد هالوقفه بنكون مع دلال بواتس كوكينج، خليكم معنا.